كل العالم لحد النهارده محدش فاهم الموضوع، محدش عارف ايه الحكايه، اولها ايه واخرها ايه. كل اللي احنا شايفينه فجاه انه جيش بيان عسكري استولينا على السلطه، ده اللي حصل امبارح. ساعه بعد الاول دبابات نزلت وتقريبا انقلاب، ثم بيان عسكري رقم واحد، وبتقول واحده من اهم المذيعات في التلفزيون التركي اللي هو التلفزيون الرسمي بتقول انه حصل سيطره والحكم والانقلاب وخلاص، والاردوغان مشي مع السلامه. بعد ساعتين اردوغان ولا ساعه وشويه يطلع على التليفون سكايب كده، يطلع على قناه سي ان ان التركيه ويتكلم يقول لا ما فيش واحنا هنعمل وده لا امر، ويطلع بعديه عبد الله جول ايضا اللي هو كان الرئيس السابق، وكل الامور عبر ايضا تلفزيون سي ان ان. حكايه غريبه، فجاه مش لاقيين حد، فجاه اردوغان ينزلوا الشارع، ناس تنزل الشارع، كام نزل الشوارع في كل حته. كل الحكايه اسطنبول، انقره مش لاقيينها، العاصمه اللي هي العاصمه مش عارفينها هي فين اصلا. تصوت القنوات، تطلع الجزيره تصوت، ووراها بقى مكملين والشرق والبتاع، يطلع خبر في الجزيره وكلهم ياخدوه بعديها. اتكلم سكاي نيوز عربيه شويه وبعدين راحوا مغيرين، عربيه واخده موقف الحدث ومعروف، وهكذا محدش، كل واحد قاعد يقول فيلم امبارح، لدرجه الدول العظمى الولايات المتحده امبارح قعدت 4 ساعات كاملين تراقب مش قادره تقول راي. اول حاجه قالت لك الاطراف عليها انهم يعملوا ويسووا، والاطراف عينينا يعني الطرفين كانهم حطوا الاثنين زي بعض. بعد 4 ساعات قال لك لا احنا مع الدوله ومع الناس المنتخبه والحكومه المنتخبه وندعمها بكل قوه. بقول لحضراتكم حتى الاتحاد الاوروبي في الاول صامت، صمت كله صامت، ما حدش بيقول اي حاجه، انه ما حدش عارف الليله فين. اردوغان اتقبض عليه ما اتقبضش عليه، محدش عارف. الطيارات بتضرب ولا ما بتضربش انفجارات في البرلمان، ومحدش تعرف في البرلمان. يعني بقول لحضراتكم حاجات، انفجارات وطيارات بتضرب البرلمان والبرلمان شغال، وهو فين البرلمان؟ مين مات في البرلمان؟ محدش عارف. البرلمان ينعقد النهارده في جلسات طارئه. طب نروح على جسر بوسفور، بيشتغلوا وبيعملوا ويقفلوا البتاع، وفجاه اتقبض على قائد القوات البحريه، وفجاه قصوا قائد القوات مش عارف ايه راح فين، وفين هرب، ومين وطيارات طالعه في الجو، بيقول لك ايه؟ طيارات طالعه عماله تطير في الجو تتابع وتضرب اي حد. هو فين لاي حد؟ هو ايه اللي احنا عشناه؟ ايه الليله اللي احنا عشناها؟ ايه الليله اللي العالم كله شافها امبارح؟ اهو الضرب ده في البرلمان امبارح. طب هو البرلمان انعقد فين النهارده؟ في البرلمان ولا في فندق من الفنادق بتاعتهم؟ يعني بقول لحضراتكم حاجات تطورات كتيره، وده اللي هيكون محور حوارنا، يعني محدش يقدر يكلمنا عن الشان التركي اكتر من ترجوت. فعشان كده هو معانا النهارده من بدايه الحلقه يقول لنا كل هذه الامور وكل هذه التساؤلات اللي احنا كلنا مش عارفين اولها ايه واخرها ايه. طب اردوغان هو ما راحش انقره ليه؟ يعني هو ليه قاعد في اسطنبول؟ امبارح طول الليل قاعد في المطار، قاعد في بتاع الضيافه، وجاب طبعا اعضاء الحريه والعداله مع الاخوان مع داعش كله امبارح نزل. ما هو قال لك انزلوا، فاكرين لما بيقول لك انزل؟ فانزل، الجوامع تكبر ويلا انزلوا انصروا الاسلام، انصروا والحقوا والدوا. فنزلت الناس واردوغان وسط مؤيديه اللي كانوا كلهم مؤيديه، مفيش حد غيرهم يعني، اللي هم بتوعه وبتوع حزبه واللي مستفيدين واللي واكلين واللي شاربين واللي نايمين على كل الكلام ده. والغريب زي ما انتم شايفين ويطلعوا على الدبابات ويضربوا في الجنود، يعني المناظر المستفزه لاي واحد النهارده. انا كمصري